مش لدرجة نكون منافق. الفيسبوك بحال شي درب، شي زنقة ما كتخرج. ما سوقيش في عباد الله وعباد الله ما سوقهمش فيا. كيقول حشومة ويديرها في التخبية. نتمنى نكون علماني، ولكن نتمنى أنه المغربي يفكر في الجنس كما يعيش. وهذا السؤال اللي يمكن خصو يتطرح على الناس اللي كيعتبروني مثير للجدل، في حين أنا أعتبر نفسي إنسان يسعى إلى أنه يكون صريح ويكون واضح، وباللغة ديال الصحافة في الأوف كيكون في الأون، يعني ما كاينش اختلاف بين قناعاتي وبين ما أؤمن به بالأفكار ديالي وبين ما أصرح به. ويمكن هذا النوع ديال التعامل مع التفكير مع الأفكار هو اللي كيكون مستفز أحيانا، وكيكون قدروا نقولوا مثير للانتباه ولا مثير للجدل. إذا فيها مسألة أشبه نفسي ولا أسعى إلى أن أكون صريحا، أن أكون كما أنا في الحياة في الخدمة، ما كنتصنعش ما كنجاملش، يمكن نكون لابق أحيانا ولكن ماشي لدرجة نكون منافق. لحسن حظي ماشي منافق. هو أنا ولد مخزني، صحيح من الوليد ديالي كان في القوات المساعدة، يعني ولد مخزني، وبالتالي التهمة لا تزعجني أبدا. لا اتهامي بأنني عامل مخابرات، ولا اتهامي بأنني مخزني، ولا اتهامي بأنني مرايقي، ولا 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 ولا. التهم كلها تزعجني في حالة واحدة أو لا على مستوى واحد فقط، هي أنها ما فيهاش بزاف ديال الاجتهاد. أنا نتمنى الناس اللي كيبغيو ينتقدوا رضوان الرمضاني، اللي كيبغيو يهاجموه، اللي كيبغيو يسبوه، أن يبدعوا أكثر في توجيه أو تلفيق التهم أو تلفيق الأوصاف أو تلفيق النعود. أما مخزاني، مخابراتي، مرايقي، حاس الكابا، هادو عبارات كلاسيكية تعبر عن قصور كبير في القدرة على الإبداع عند بعض محترفي الوصف ديال الناس. جالسين في بلاصة كنسميها في خصوصا الفيسبوك بحال شي درب، شي زنقة ما كتخرجش. جالسين تما اللي داز محداهم كيبداو يسبوا فيه، ما مشغولينش بزاف، ما عندهمش بزاف ما يدار، يسبون من يعتبرون انه مختلف عليهم او لانه مختلف معهم. انا شخصيا والله ما تزعجني هذه المساله نهائيا. وإلا كان زعما المخابرات في بلد ما تخدم واحد بحال رضوان الرمضاني، فقرأ السلام على هذه المخابرات وعلى هذه البلاد كله. زعما انا اعتبر ان مخابراتنا اقوى واذكى من انهم يخدموا واحد بحالي. شوف اسي صلاح، السؤال هو كيكون ما عرفش علاش في المغرب ملي كنطرحوا هذا السؤال يفهم منه انه شي حاجه خيبه. انا كقناعتي كرضوان الرمضاني ماشي ضروري يعرفها الجميع، كيف انا كيف كنشوف الامور الحريه، كيف كنشوف الامور ما يسمى بالحريات الفرديه. انك يا حق يريد به البعض باطلا والعكس صحيح. الإشكال في ما يسمى الحريات الفردية هي ملي كيتم الأدلجة ديالها، أما هي كمبدأ مطلق في المستوى الأعلى ديال التفكير ديال الإنسان أعتقد مبدأ نبيل، ولكن في المغرب للأسف خندقناها وربطناها حتى أنها رجعت مقابل أن ديال التفسخ والانحلال والميوعة والإسفاف وفي حين الحقيقة ماشي هذه. الحرية سواء فردية أو جماعية مبدأ مقدس
عند الجميع، أو على الأقل المفروض أن يكون مبدأ مقدسا عند الجميع، شرط أن لا تزعج حريتك وممارستك لحريتك تزعج أو تمس بالآخر بأي شكل من الأشكال. وبالتالي أنا نتمنى نعيش حريتي وما ندخلش في حرية عباد الله، يعني كان أبدأ ما سوقيش في عباد الله وعباد الله ما سوقهمش فيها في الفضاء الخاص. الفضاء العام كنرجعوا في أمور أخرى لكي أطرها القانون، ماشي أنا أو أي شخص آخر. هذا هو من الأسئلة اللي ممكن تغضب الناس، ولكن سنكون حذر في الإجابة عليها. هو موضوع كل واحد كينظر ليه من منطلقه هو، وشنو اللي كيحكمه في التعامل معه. كاين اللي كينطلق من منطلق ديني كيقول حرام، كاين اللي كيمشي من منطلق طبي كيكون عاجز، كاين اللي كيمشي من منطلق اجتماعي كيقول حشومة ويديرها في التخبية. ولكن إذا ربطناها بمنطق الحرية غادي يكون أسلم للجميع، الحرية طبعا والقانون في مستوى آخر. وش من حق ندخل في الآخر بما أن الأمر رضائي أنا كشخص ما شغليش، كيف من حق شي حد آخر أنه يتدخل في حياتي؟ يتدخل ملي كتكون غير رضائية طبعا، ملي كتكون مسألة جريمة. ولكن الرضا إن قمنا نتلصص على الناس في بيوتهم ما كنظنش بأنه مسألة مقبولة. هذا من حيث المبدأ، كيف أنا كنتصور، كيف أنا كنشوف الأمور، هذا كتبقى مسألة كانت شخصية حميمية، ما أعتقد أنها كتكون كتهم الناس بشكل عام. ولكن نربطه بين المسؤولية، نربطه بين القانون، أعتقد ما كيكونش موضوع اللي يستحق أن يثير الاهتمام ديال الناس ولكن يثير الجدل. علاش المغاربة للأسف كتأثرين هذه الكلمات ديال الجنس والطابو وغير 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 وغير. ولكن نتمنى أنه المغربي يفكر في الجنس كما يعيشه فقط، كل واحد مع دماغه يقول أنا كيف كنعيشه، واش بالطريقة اللي كنتكلم فيه، مش أفكر فيه، واش بالطريقة اللي كنتكلم على الجنس هي الطريقة باش كنعيشها. ولكن أعتقد أن السوسيولوجيين أقدر وأكفى وعندهم الأهلية أنهم يحللوا السلوك الجنسي للمواطن المغربي. وإحنا كنشوفوا الكوارث هذه أيام، أن تغتصب مسنة في عمرها 100 سنة وما أكثر، أعتقد هذا فيه الكثير 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 من الجواب على السؤال ديالك سي صلاح. كيفاش كيفهمها؟ كاين اللي كيعتبر العلمانية هي الكفر، كاين اللي كيعتبر العلمانية هي الإلحاد، كاين اللي كيعتبر العلمانية هي ديال تركيا، وكاين اللي كيعتبر العلمانية هي ديال فرنسا. وكل كل كل واحد كيفاش كيشوف كيقدر فهمه لهذه الكلمة ديال العلمانية. إذا كان هو الكفر هو الإلحاد هو فالضرب يعني ليس علماني. إذا كانت العلمانية هي أنه الشأن الديني، الممارسة الدينية شأن خاص لكل واحد، وبأن ما يحكم الدولة بالدرجة الأولى وقوانينها هو المنطق لحقوق الإنسان، المنطق الكوني لحقوق الإنسان، أعتقد أنا علماني من دردر بشي شوية ديال المحافظة، أو العكس، محافظ مغربي مدردر بشي شوية ديال العلمانية. كيف كنعيشوها زي ما كنا كنلبسو بواحد الطريقة، كنتصرفو في الزنقة بواحد الطريقة، كنعيشو حياتنا بواحد الطريقة. فبالتالي إلا كنت علماني في الممارسة ما غاديش خوفا ولا جبنا ولا باش نمشي مع الموضة نقول لا أنا ماشي علماني. نتمنى نكون علماني بالمفهوم الحقيقي للعلمانية، ماشي المفهوم اللي كيعني هو الإلحاد أو هو الكفر أو المفهوم المتخلف، مش المتخلف، المفهوم المتعسف للكلمة ديال العلمانية. ياريت يكون الناس عندنا علمانيين حقيقيين كيف ما يكونوا عندنا مسلمين حقيقيين. والعلمانيين يعني أنه غير مسلم، هنا هذا هو فين كيوقع الخلط
العلمانية الناس اللي كي ينتقدوها راه ماشي سبة كيف ما كيعتبر البعض، كيقول سير العلماني ولا راه ماشي سير العلماني والمكلخ راه ماشي سبة هاد العلمانية. انا شخصيا ما كنبغيش نحصر نفسي في هاد التصنيفات، واش هو برنامج ثقافي او لا ثقافي او لا سياسي او لا اجتماعي او لا فني او هو مرآة لمجتمع معين هو المجتمع المغربي بجميع مستوياته، بجميع مستويات الفعل فيه، قد يكون الفعل ثقافي، قد يكون الفعل سياسي، قد يكون الفعل فني، قد يكون الفعل اللي هو شكل من الأشكال التأثير الجديدة اللي دارت مع وسائل التواصل الاجتماعي بظهور شخصيات توصف افتراضيا بأنها مؤثرة. فبالتالي ما كنسولش نفسي في أي تصنيف أو في أي خانة نقدر نحط هذا البرنامج، بقدر ما كنحاول فيه والإذاعة والفريق ديالو كيحاولوا أنه يكون برنامج لا يشبه البرامج الأخرى، يمكن يكون برنامج يشبه صاحبه اللي هو رضوان رمضاني، يحاول أن يكون صريحا، يحاول أن يكون بدون رتوشات كما يفعل الكثيرون ضد اللي كان أمن به أنا، ضد الإعلام ديال الجرافاتة، إعلام ديال المكياج، الإعلام ديال تنميق ديال اللغة وقس على ذلك اللي كيعطيك في نهاية المطاف إعلام لا يشبهك. هذا غير واحد المحاولة بسيطة في أن ننتج إعلام يشبهنا، يمكن ما كنقبلوش احنا في المغرب، ما كنقبلوش بزاف ديال الحقائق المرتبطة بنا كمجتمع كشعب كأفراد كجماعات، ولكن في الظلام هذه هي صورتنا الحقيقية. أنا كنحاول نوري كن بعضنا ككل واحد الشكل جماعي، نشوفوا بعضياتنا في المراية، واخا كنقولوا ياك ما أنا خايب إلا، ولكن راه حقيقتك هي هذيك المراية اللي تكذب ولا لا تكذب. يمكن قفص الاتهام في جزء كبير منه من خلال النماذج اللي كندوز فيه والضيوف ديالو أنه لا يكذب في تسويق صورة جزء من المغرب أو شخصيات من المغرب أو أفراد من المغرب أو ناس اللي كيعتبروا مؤثرين يعتبروا مؤثرين داخل المغرب. شكرا للموقع الدار على أنه فكر أنه يقول الاستضافة، أتمنى أنه يكون هو الدار الكبيرة. للشرف أنه في زملاء اشتغلنا في تجارب مهنية سابقة، نتمنى لهم الاستمرارية، نتمنى لهم التوفيق، ونحن في مجال نتنافس فيه. هذا هو الجميل في هذا المجال، هو أنه نتنافس بكل احترام وبكل تقدير. الله يوفق الجميع. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديرو جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.